السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيلتنا الجميلة وحشتونا. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتونا كتير كتير يا احلى عيلة في الدنيا. والله وحشتوني قوي. كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى كده سعيد عليكم يا رب وعلينا. جايين النهارده يا جماعه التحدي جامد جامد جامد. شايفين الجمال؟ لا والله جمال. انا ودي الطبق الاول. ودي عاملين طبق فته يا جماعه باللحمه خطير. شايفين الجمال؟ كل واحد كميه فته ولحمه هيخلصها على وقت. طيب وحاطين هنا كمان ديت بيقولوا عليها في اسكندريه اسمها شكلمه، بس هي صلصه يعني هي صلصه بتاعت الفته. صلصه الفته. فهنعمل النهارده تحدي على 10 دقائق اللي يخلص كميه قبل التاني. تمام. والعقاب في اخر الفيديو. استنونا في اخر الفيديو. ما تنسوناش في اللايك الحلو الجميل والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان اي فيديو احنا بنعمله يوصل لكم على طول. وما تنسوناش برضو صفحتنا على الفيسبوك يوميات ابراهيم مؤمن. لايكات كتير برضو للفيديوهات بتاعنا وشير كتير. وعايزين مشاركه كتير يا جماعه للفيسبوك عشان عايزين نكسر الدنيا. عايزين نكسر الدنيا. يلا بينا نبدا مع بعض. هنظبط الوقت معانا على 10 دقائق. ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد نفس. خد نفس عميق. هناخد نفس. خد نفس عميق براحتك عادي. بس هو لما الصوت بيخلص يعني بيرن. ما هو حلاوته اللي احنا ايه حلاوه التحدي ده يا جماعه اللي احنا مش هنظهر الوقت. يعني احنا هنظبط التايمر والتليفون كده والتليفون بيقفل لوحده عشان ما حدش يبقى عامل حسابه. يعني انت فاهمين قصدي؟ يلا يلا هنسمي بسم الله ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 جو. انا كنت عامله معاكم طريقه الفته ديت قبل كده على القناه، هسيبها لكم في حرف الاي. بسم الله. تسلم ايدي. تسلم. انا وشك. والله بصوا يا جماعه طعمه فظيع. طعم فظيع فظيع فظيع. نسيت اقول لكم كل واحد فينا 4 قطع لحمه. ماشي. خليكم مركزين معايا قوي في الحته دي. يا ترى العقاب هيكون يا ترى الفته واللحمه يا ترى العقاب هيكون ايه يا فخري؟ انا محضره لك عقاب بس الله اعلم يعني عاقبه ولا مش عاقبه. اللي هو مكتسحني على طول. اكتبوا لنا يا جماعه كمان في التعليقات انتوا بتتابعونا من انهي دوله. بس اهم حاجه اشترك وفعل الجرس وخليه الكل عشان اي فيديو احنا بنعمله يجي لك اشعار بيه. اللحمة دايبة يا جماعة. عمال خلصت حتة لحمة. انت بين عمال انا اتكلم. انا عمال اتكلم وهي لا والله ما بتنطقش. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بمناسبه عيد الاضحى عاملين لكم برضك في القناه نعمله لكم فطار اول يوم العيد. استنونا عشان تتفرجوا عليه. اللي عايز يتفرج عليه يشترك في القناه ويفعل الجرس ولايكات بقى كتير. انا عمال اتكلم لوحدي. ها ركزوا عشان انا جعانه.
استعطفكم يا جماعه، استعطفكم يا جماعه، بتستعطفكم. بتعمل ايه دلوقتي؟ قول الناس كلمتين حلوين، يعني قول للمتابعين بتاعنا ان انا بحبهم كلمتين حلوين. بس هو عايز يعطلني. نو والله عايز اعطلك. ماشي. لسه انت بتبص في الساعه ليه؟ انها لا قيمة. بالراحة ماما. انا باكل بالراحة. بالراحة ماما. انتوا شايفين انا باكل بالراحة ولا بجري؟ والله بتنهج. انسحبي ما تكبسهاش. يعني ايه كل ما انت يعني كده يعني احنا لسه بنسمي. ايه لسه بنسمي؟ انت بنسمي. انا لما خلصنا نص الاكل بتقول لك لسه بنسمي. هل حتى؟ لا ما هي الصلصة دي يا جماعة خطيرة. من بتعملها بطريقة ولا بتعمل حموة ولا حرقان عصبل ولا أي حاجة خالص، هي بس الأكلة دي بعد منها عايز شوية حاجة. ايه؟ شوية حاجة ساقعة. بتطلع حتة اللحمة بتطلع ما بتنزلش. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا. دعاء جميل. يا مام. نعم نعم نعم. خف شوي. لا العيش بيقع. طب خف شوي. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو خسرت في التحدي ده يا جماعة مش عارف ايه اللي هيحصل فيا. كل مرة بكسب. مش عارف ايه اللي لما بتكسب وكمان ده بعقاب مش بفلوس. ما بتحطيش صلصة ليه؟ بحط. فين ده؟ مش شايف الطبق بتاعك ناقص خالص يعني. سمعينا يا جماعه العيش شويه شوربه بقى بتوع اللحمه دول ماسك بيهم الرز كده والفته. يا كده الطرحه، الطرحه باظت كده. مش مشكله نزل على صلصه. نزل على صلصه بقى الطرحه ورا شويه. طيب متحكش عليها بسهولة دي. مم.
معقول اكل ده 10 دقايق؟ اللي يكون خلص. مش همسك التليفون بقى. هو بقى يضرب له واحد. عايز انت تشوفي شوفي انت. الصلصة ما خلصتش. لا الصلصة مش في حد. شغلها حياة. أكلة جبارة يا جماعة والله. مزاج الطبق قوي. والله الاثنين زي بعض. ملك التحديات يا جماعه. انا ما بقتش ملك التحديات يا جماعه. جيش ابراهيم فين يا جماعه؟ سقفه والنبي الجيش ابراهيم اكتبوا لي في التعليقات. انا مراتك على فكره. اعملوا لي سقف في التعليقات. انا مراتك على فكره. على فكره يعني انا عامل لك كده اكل حلوه. انت كل مره تقول لي الكلمتين دول قدام الناس يعني كل هتبني في الاخر. كل مره تقول لي الكلمتين دول يعني انتوا يرضيكوا يعني انتوا قولوا كلمه حق يرضيكم. اه لا والله يما يقولوا لك لا. انت في اخر تحدي في التحدي اللي قبل ده تلاقي ابدا انت معلش فلوس ابدا فيش. خدت مني الفلوس على اساس ايه؟ ده على اساس ايه؟ على اساس الكام تحدي اللي فاتوا اللي ما قطعني فيه وعمال دي ياخد مني خلاص. اول باول ماشي وكده يا جماعه وصلنا لغايه اخر التحدي معاكم. نلم الليله ديت ونرجع لكم تاني في العقاب. يلا بينا يلا بينا ورجعنا لكم تاني يا جماعه في العقاب. اه ياني العقاب ياني. النهارده انا مستوحى يعني مستوحى العقاب من ايه؟ من شيبسي انا بحبه. يا شيبسي يعني بصوا يا جماعه. طب انا مش بحبه. انا بحبه اسمه ايه؟ ايوه هو فيه ليمون. اه شطه وليمون. يبقى ايه شطه؟ ايوه عليك يا ابراهيم شطه وليمون. اشهدوا بقى هو بيعمل فيا ايه. وتحدي الشيبسي ده انا هنعمله انا وهي برضه تحدي الاطعمه بتاعه الشيبسي. هنعمله هنعمله في فيديو. بس اشهدوا هو بيعمل فيا ايه في العقاب يعني ما بيرحمنيش. لا ما برحمش. فانا مش هرحمه. انت بترحميني؟ لا انت طب انت زعلانه قوي كده مش هرحمك. اصل حته مش هرحمه دي اه والله ما هرحمك يعني انت تحط لي شطه وليمون وتخسر ونخسر كذا مره. لا 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 وريني يلا. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني. شكلك معايا بصي خلاص خلاص ليمون. ايه ده؟ عشان ما تحسيش بالشط. والله وخلي بالك في بذره كمان. ويلا تتبلع ما يلا. تنزل مع اللي هينزل. كوتو كوتو كوتو. طب انا هات هات انا هبلح انا هبلحها والله. طب امسكي ادعوا لي ان انا اعدي بخير الفيديو ده واظهر معاكم الفيديو الجاي. الشطه ده يا جماعه شطه ناعمه. انا ما بجيبش في بيتي اي شطه. انا غاوي شطه اصلا. يلا يلا يا بيا بترتعيش. حاسبه هتقع. مش هتقع انت خايف. اوعى بص بلاش كده بلاش رخامه بقى خلاص يا برا. ليمونه. انا بحب الليمون. والله انت ما بتحبوش انت بتبقى بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يلا هوبا وهوبا رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو. ايوه سقف 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 اوعى توقف سقف سقف اوعى. صعبة والله العظيم. نعم بص انت بتعمل فيها عقابات عامله ازاي؟ شطه وليمون. اه قبل كده كنت وقبل كده كنت مشربها خل. اه هي اكلتني ليمونه. عادي بس انا بحب الليمون اصلا. لا ده انا ما عملتش بس ما بحبش الحاجه المززه. لا 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 ما عملتش فيك زي ما انت بتعمل فيا كده. حد قال لك تخسري؟
وانا لو خسرت انت هترحميني؟ الصبر جميل. لا مؤاخذة بس في الكلمة بس ثانية واحدة. لا مؤاخذة ثانية واحدة بس. لا مؤاخذة هو انت كنت بترحمني؟ ايه؟ انت كنت بترحمني؟ انا ارحمك؟ لا 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 ماشي يلا يا جماعة خلاص انتحار انتحار. ايه رأيكم في العقاب؟ وبكده يا جماعة وصلنا لغاية اخر الفيديو بتاعنا معاكم النهاردة في التحدي بتاعنا. عقاب كله بصوا يا جماعة شطة وليمون. مش قادرة. ايه رأيكم في العقاب ده؟ نزل في المعدة عمل تش تش. ما تنسوناش بقى في اللايك الحلو واللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان اي فيديو احنا بنعمله مع بعض يوصلك على طول. واستنونا في فيديو جديد وتحدي جديد في قناه اكل بيتي مع امان شاهين وقناتنا على الفيسبوك برضو. ما تنسوناش كده في لايكات كتير وشير كتير للفيديوهات بتاعتنا علشان الفيديوهات بتاعتنا كل الناس تشوفها. ونشوفكم باذن الله في فيديو جديد. باي باي.